لحد ان شاء الله على ما نقدروا نقدموا الاضافه لكم والمستمعين الافاضل. دايور كان سمعتونا مقبله شويه بالنسبه لساعتنا الاولى باش نحكيوا بالتحديد على التربيه والتعليم، نحكيوا على المرحله الابتدائيه بالاساس، وهوني العنوان او عنوان المداخله مع ضيوفنا اللي حاضرين بحضرنا دايور في الاستوديو شويه اخر باش يلتحقوا بينا ايضا عبر الهاتف. نحكيوا اليوم على ازمه المعلمين النواب، نعطيكم باستا او فكرة على الموضوع. اليوم نحكيو على إحصائيات من بداية السنة الدراسية، عدد ما يقارب 70,000 ومليون مليون، شيفر ألارمون، شيفر كبير بالنسبة للتلامذة اللي لحد الساعة هذه ما زالوا ما بدأوش في الدراسة، ما بدأوش في الدروس. اختلاف هذا موجود الحقيقة على كامل ربوع الوطن باختلاف المناطق وباختلاف المدارس وباختلاف الأقسام. أزمة كبيرة اليوم من طرفين، الطرف الأولاني اللي هو المتضرر الأول والأساسي والكبير اللي هو التلميذ، كي نحكيه على التلميذ بعد نحكيه على منظومة أخرى، نحكيه على التلميذ، نحكيه على العائلة، نحكيه على برش حاجات. والمتظلم أو المظلوم الثاني أقول المعلم من النواب اللي هما بيدهم عندهم انتظارات فقط السنوات، واليوم للأسف مع تراكم العديد من الأزمات بالنسبة للحكومة التونسية لقوا رواحهم أنهم هما بيدهم ما نجموش يضمنوا الحقوق أو حقوقهم اللي وعدتهم بها الدولة التونسية فيما سبق. والطرف الثالث اللي هو التربية والنقابات والتعليم، والطرف الرابع إذا نجموا نسميه هكا وتوظيف في بعض صلاح لي، نحكيه أيضا على الوزارة المعنية، وزارة التربية، وزارة الإشراف. ضيفنا معنا في استوديو اللي هو بشي نديره معاه الحوار أو يدور الحوار معه سيريدا زهروني، نذكر اللي هو رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، بمنطقه هو وبرؤيته هو، هو هذا دراب اليوم الأولياء والتلاميذ ومطلع على السوجي هذا. سيريدا مرحبا بك. وبك أكثر سحافظ، تحياتي لمستمعاتكم ومستمعيكم وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة وتلبية الدعوة الهاتفية. على ما أقدر على ما أستطيع حاولت نعطي بسطة للموضوع، خليك لك أنت بما أنه اختصاصك باش تزيد تعطينا فكرة معمقة، وحتى المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ثم اللي عايشين الحكاية هذه، وثم زاد اللي همهم الأمر بما أنهم عندهم زاد صغيراتهم أولادهم اللي موجودين في المنظومة التربوية التعليمية العمومية. شكرا مجددا. شوف احنا اليوم يلزمنا نقروا انه التعليم الاساسي اليوم عايش ازمه حقيقيه. اليوم كما قلت سيادتك انت، الارقام تتراوح ما بين 70,000 تلميذ متضرر ولا ما بداوش يقراو، معناتها ما باشروش الدراسه نتاعهم، و1000 مليون تلميذ متضرر حسب النقابات، وكان العدد هذايا الهائل والخطير هو عنوان من عناوين نجاح ربما المطالب والملف هذا. هو الإشكالية ترجع منذ انطلاق السنة الدراسية واتفاقات صارت تقريبا في 2018، فما وعود اللي تقدمت بها ولا تعهدات متاع الدولة، يظهر أنه الدولة ما عندهاش ما تقدرش ولا ربما تعالج الموضوع، تحب تعالج الموضوع بطريقة أخرى. اليوم لقينا رواحنا حسب الأرقام الموجودة ما بين في الانطلاق متاع السنة الدراسية ما بين 8,000 تقريبا 8,000 مربي اللي هم ما باشروش المهام متاعهم، وحسب الوزارة 8,000 هم هبطوا 4,000. على هيك الوزارة قدمت في وقت سابق 140,000 تلميذ ما باشروش دراسة، وتعديت 70,000 تلميذ اللي هما ما بيشوفوش دراسه. لكن المهم احنا راهو 70,000 ولا 10,000 سي كيف كيف، احنا التلميذ اللي يحرم من حقه من التعليم من التربيه والتعليم سيكو احنا نتحملوا مسؤوليته. تلميذ برك مش 10,000 ولا 70,000 ولا مليون دونك. وبالتالي هنا احنا نرجعوا اللب الاشكال هو انه فما مطالب الدولة معناتها مطالبة هي بتسوية هالوضعيات هذمة. من جهة أخرى نلقاو النقابات والأسادة معناتها السادة المربين الأسادة والنواب عندهم حقوق ويحبوا، لكن في هالخدم هذا علاش ندخلوا علاش نرتهنوا التلميذ؟ الكثير والله قداش مرة ندخل يقول لك كيما أنت تدافع على حق التلميذ يلزمنا ندافع على حق
المربي أكيد أنا من دعاة أنه المربي هو العمود الفقري لنجاح كل منظومة تربوية. دايور في وقت تلقى أنت القاسم المشترك للأنظمة التربوية المتميزة تو تلقى نوعية المربين متاعها أسادة ومعلمين. لكن سمحني يا أخوي العزيز، راه الضرر اللي يحصل للمربي في الوقت الحالي الحالي هو ربما عنده إشكاليات مهنية، عنده إشكاليات مادية، عنده إشكاليات ترسيم. قدرة الإله شنو وصلوا لحلوها دونك، لكن نقول أنا ضرر المدة متاعه واش تكون محدودة في الزمان، فهمت؟ ألورك وقت ناخذ التلميذ متاعنا واللي نحرموه من التربية والتعليم على خاطر ما تنساش احنا خارجين من عامين كوفيد بالضبط. ما تنساش ومنظومة بيدها، المنظومة هذه بيدها، الناس الكل تشتكي من أدائها. وبالتالي نزيدوا نعمقوا اليوم شهر وجمعة ما قراوش أولادنا وقادمين على امتحانات على خاطر نهاية العطلة هي بور دوما كما يقولوا، وقادمين إيش على أي حاجة نمتحنوها على أي مستوى نمتحنوه. وبعد غدوة العديد من الأسئلة اللي اليوم نتسألهم الإجابة نلقاهم في سلوكنا احنا، في سلوك الأطراف الكل المعنية، على خاطر حق التلميذ في التربية والتعليم هي مسؤولية الدولة، هي مسؤولية المربي، وهي مسؤولية الولي. بالضبط الكلام اللي كنت تقول فيه سي رضا مهم برشا، ولكن اليوم للأسف اللي قاعد نلاحظ فيه انه في كل مره قاعدين نحكيوا على منظومه التربيه والتعليم واللي هي منظومه مهمه واساسيه في كيان الدوله وتطورها عبر السنوات وعبر الاجيال من جيل الى جيل، ولكن ما يؤسفني انه اليوم في دي بلاتو سابقين كنا نحكيو كيفاش نجمو نحسنو طريقة التعليم، كيفاش نجمو ندمجو التكنولوجيا في التعليم، كيفاش نجمو نطورو المناهج التعليمية، كيفاش نجمو نصلحو منظومة التعليم العمومي، نحكيو على دروس خصوصية. ولكن ما يؤسفني اليوم انه ولينا نحكيو على حاجات معناها، ولينا نحكيو على حاجات اقل من نيفو هذاك برشا، ولينا نحكيو على حاجات انه اليوم اصلا يعني التلميذ ما عادش يزاول في الدروس نتاعو، معناها ولينا مانيش طمعين معناها باش نحسنوا في المنظومه. معلش اسكو فهمتني واش حاب نقول، على خاطر ولينا توا نتصرف في الازمات. معناتها قبل كنا ربما عندنا الامل ونطمحوا باش نحطوا اون بلاس او مي اون بلاس منظومه اللي هي تستجيب الى طموحات الشعب، التحديات المستقبليه في كل المجالات، على خاطر اليوم كما قلت سيادتك راهو اليوم ما فماش بلاد متقدمه من دون ان تكون المدرسه نتاعها معناتها متميزه. البلدان نتاع العالم الكل الاستثمار الحقيقي هو في الذكاء نتاع اولادها وبناتها، ما فماش حاجه اخرى. ريت الاشكاليات اللي نحكيو عليهم نحبوا نعالجوا الفساد، نحبوا نعالجوا العديد من الاشكاليات راهو تعالجهم من الانطلاقه في العقليات نتاع اولادنا وبناتنا باش انت ترتقي بهم الى السلوك المطلوب. دونك غدوه كان عشنا باش تحضر انت رؤيتك المستقبليه في الاختصاصات في المجالات الاقتصاديه الاجتماعيه، اليوم نستثمروا في الذكاء الاصطناعي، نستثمروا في الاختصاصات البيئيه، اليوم الماده الثقافيه اللي نحبوا نروجوها لكل معناتها مرهونة في قيمة أداء المدرسة وقيمة أداء المنظومة التربوية. دونك هذا اللي كنا نطمحوا له، لكن لقينا رواحنا اليوم فاش نعالجه دايور منذ مش اليوم بركة، راهو على خاطر الإشكالية المطروحة هي أنه كل عام ونفس السيناريو يتعاود، وكل عام نرتهنوا التلميذ مع الأسف ونقولها نرتهنوا التلميذ في حقوقه وناخذوه كومبوني دي شانج، معناتها هذا هو، فهمت؟ يلزمنا نقر بالشهادة مهما كانت حسن النوايا. راني انا لا اشكك في حسن النوايا، وحتى الدوله ما شككش في حسن النوايا. الدوله تنجم تكون مخطئه في سلوك في تصرفها، تنجم تكون تسيء التصرف. لا اعتقد بتاتا ان الدوله تستهدف المربين، ولا اعتقد بتاتا ان الدوله تستهدف التلميذ، لكن مع الاسف مسوء تصرف، على خاطر التصرف المواد البشريه اللي هو جزء محور هام لاصلاح المنظومه التربويه قاعدين منذ سنوات واحنا نقاسيو فيها، على خاطر اليوم اذا انت متمكن من عدد التلاميذ اللي عندك الموجودين اليوم وتعرف عندك انه بروجيكسيون تاع 6 سنين، على خاطر نعرفوا احنا الولادات ونعرفوا بعد اليوم المولود توا بعد 6 سنين فهمت ايش نلقاوه في المدرسه اللي تولد السنه، دونك بعد ست دونك عندنا رؤيه واضحه، عندنا بروجيكسيون دون لافونير بيان بريسيز، وحتى التوزيع نتاعها دونك نعرفوا الحاجيات نتاعنا من, من 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 مربين. دونك اذا انت ما تعملش مخطط كسوا في البنيه الاساسيه ولا في الموارد البشريه نقول لك ايش قاعد تعمل غادي، مع كل الاسف مع فهمت راهو اليوم سيتان دومين اللي ما نسمحوش رواحنا باش نعملوا نقولوا احنا لامبروفيزاسيون، معناتها الانسان دونك واكثر من غادي النايب اللي انت تبعثه في
معناتها جهه نائيه وبعد ساعات ما تخلصوش في الاجل نتاعو ويتطلب التنقل وكيفاش تحبوا يعطيك المردود صحيح. اللي انت تتمنى فيه لولدك ولا لبنتك. بالضبط ولينا نحكيو كما قلت انت سي رضا على ان روندمون كاليتي دو روندمون. قبيله شويه انت بيدك كنت فوزافي سوليني معناها بالكبير على انه اليوم لي كونسيكونس سون لي ميم معناها في الاخر حتى كان النيه ماهيش ما فيهاش معناها خلفيه هكا باش تضر التلميذ كسوا من الدولة ولا من المعلمين النواب ولكن لو بيلون فينال إلي لو ميم معناها لي كونسيكونس في الاخر التلميذ يلقى روحه هو اللي يدفع في الفاتورة كلك سوا النوايا في الاول كيفاش كانت. لإضافة الإثراء على الحوار وباش يكون معنا زادا سي محمد علي المنقعي اللي هو ناشط في المجتمع المدني ويهمه برشا اليوم مجال التعليم وعنده ما يقول في الحوار هذا ويقدم الإضافة. أهلا وسهلا مرحبا بك سي محمد علي. اهلا وسهلا مرحبا بالمستمعين الكرام وبكم انتم. شكرا لك على تلبيه الدعوه وتواجدك معنا في الحوار هذا اليوم. السؤال اللي طرحناه ازمه المعلمين النواب اليوم عن ازمه كبيره في قطاع التعليم مش اليوم برك هي عندها الحقيقه سنوات ومنظومات متعدده ولكن اليوم بتاتر تفاقم الوضع ونحكيه على انقطاع كامل للتعليم بالنسبه لبعض التلاميذ في مختلف الجهات والولايات. بالنسبه ليك شو رايك في الحكايه هذه اللي قاعدين نحكيوا فيها اليوم في لو سوجي في لو ديبا هذا اللي الحقيقه عنده امباكت كبير على الصغيرات؟ والله الموضوع هذا هو نتيجه ل اختيارات اعتباطيه وكمان لعدم التمكن من معطيات تقنيه. نبدا بالمعطى التقني اللي هو سهل سبقني فيه المتدخل اللي سابق اللي هو سيريدا هكا بالضبط سيريدا زهروني يضيفنا في الاستوديو عقلته من صوته. انت اولا نحب نذكر 5 سنين تالي ولا 6 سنين تالي كنت تذكروا مقوله شهيره للسيد الشطابي اللي كان في حاتم سالم ونفس الازمه اللي نعيش فيها اليوم كما قلت انت زاد نعيش فيها عندنا مده سنوات. ايش قال؟ قال والله تفاجأنا بقدوم 50,000 تلميذ زايد السنة هكا بالضبط. تفاجأنا بقدوم ولا بتسجيل 50,000 تلميذ ولا 40,000 تلميذ زايد. يا أخي كيفاش تتفاجأ؟ وقلت لي أنت كما قال السيرنا عدد اللي باش يدخلوا المدرسة معروف 6 سنين بالمسبقة. أبسوليومون. معناها اليوم ثم زوز معطيات عندك عدد الولادات ومعدل النجاح بزوز المعطيات التقنيه هي تنجم تعرف بالضبط بعد 6 سنين شنو حاجتك من المعلمين ومن قاعات الدراسه ومن كذا وكذا. معناها ما نجموش نقولوا تفاجئنا نقولوا ما عرفناش كيفاش نحضروا احنا. اون موفيز جيستيون. لا اذا تفاجئنا خطير جدا. اذا تفاجئنا خطير جدا معناها ما احناش قاعدين نخدموا بطرق على الماء. اذا تفاجئنا إذا ما عرفناش كيفاش نحضروا احنا ذاك موضوع آخر وهذه موضوع كفاءة. هذه من ناحية أولى. من ناحية ثانية هذه حل المعلمين النواب عمره ما كان حل. هذه حل تشقوله في بعض الأحيان ولكن إذا شي يولي حل دائم معناها ولا الموضوع ستركتوال هيكل يلزم حل آخر. الحل الاخر شنو؟ خاصة انه المعلمين النواب انا الدقيقة الاخرى تفاجأت عندي صديق ليا زوجته تخدم معلمة نائبة. فقلت له بلاش قاري زوجتك؟ قال لي والله عندها ماستير في المالية والبنوك. ماستير في المالية والبنوك يعينوها معلمة نائبة. ولو هي من حسن الحظ طلعت تحب الخدمة هذه وتحب تولي معلمة مستدامة. وتحب تسجل على خاطر حبتها الخدمة، حبتها بالحق. وتستثمر من وقتها وتستثمر في جهدها ولكن أغلبيتهم اللي يجيوا من تكوين غير مناسب لأخطر مهمة في المجتمع وهي مهمة التربية والتعليم. طبعا شنو النتيجة اللي نتصورها؟ تعرف شنو النتيجة ولا؟ النتيجة ما قالته لي مسؤولة على مدرسة على أعدادية مش على مدرسة ولمسين قالت لي من أسباب الانقطاع المدرسي هو أنه اللي يفدوا على الأعدادية ما عندهمش مستوى أعدادية. قالت لي إذا هو ما عندهمش مستوى أعدادية معنا خارج التعليم الابتدائي يصل إلى الأعدادية وما عندهمش مستوى أعدادية.
قالت لي كيفاش تحب ينجم يتبع ما ينجمش يتبع، يقلق يفد يحبط يغادر يغادر المدرسه. هذا هو النتيجه تاع معناها نقعدوا ديما نجيبوا في ادارات تربويه مش مهيئه للتعليم. احنا اليوم الحلول شنو هي الحلول؟ الحلول ثمش حل، ثم عده حلول. ثم الحل النهائي على المدى الطويل اللي هو نثبتوا في اختياراتنا يصير نعرف واش نحبوا. ما تجيش انت تعلم بطريقه اعتباطيه، مثال نعطيك مثال، انطلاقا من السنه المقبله التعليم الانجليزي سيعمم على السنه الثالثه ابتدائي. شنو انطلاقا من السنه المقبله سنعمم الانجليزيه؟ عندك اطارات باش تعلم انت الانجليزيه، عندك قاعات، عندك هكاك ناخذوا قرارات. قرار كيما ذا يقع تعبيره 6 سنين بالمسبق ولا 7 سنين بالمسبق. باش تعد الاطارات، باش تشوف عندكش قاعات دراسه، باش تشوف البيداغوجيا موجوده ولا مش موجوده. منيوش نقولوا باك واحد يحط راسه ويقول هو بعد عامين شنو يقريوا الانجليزيه لكل مستوى سنه ثالثه ابتدائي. هذه من ناحيه اولى قرارات اعتباطيه دي ماش تاخذ. حتى التعميم، حتى المدرسه الاساسيه في حد ذاتها اللي احنا معها بطبيعه احنا مع اختيار المدرسه الاساسيه طبعا، انه التلميذ ما يغادرش المدرسه قبل سن معين. اذا نحددوا له اهدافه ونحضروا له، مش نقولوا الناس الكل لازم توصل مستوى السنه التاسعه ونبعثوا للكوليج ناس ما عندهمش مستوى ولا صغار هما ضحيه في الموش يخرجوا تاع سيستم كامل. ولا نحضروا لهم، لا نحضروا لا الاطارات التربويه ولا القاعات الدراسه ولا في اي فضاءات باش تقرا، ما نحضروا حتى شيء. نقولوا اي قد قرينا اننا ننطلق اي باهي سي بيان لانتونسيون اي بون داكور مي انكور فودغيتيل اون بريباري لي مويان. فهمت؟ ديما احنا المشكل هذاك تاعنا مش نكون عن اختيارات صحيحة، ولكن هل حضرنا؟ باهي تو نرجعوا للموضوع نتاعنا اليوم. ثم مفارقة، مفارقة أنه دراسات ما نعرفش سي رضا ينجم يأكد هذه ولا ما يعرفها، المعلومة عنده نجم تفعل سي رضا في أي وقت. المعلومة عنده هو أنه ثم دراسة وقعت ونيفو دي بيي دو لوسيدي تقول أنه نسبة التأثير في المنظومة التعليمية في تونس نسبة محترمة جدا. شو معناها التأثير؟ عدد تلاميذ لكل مربي من النسب المنخفضة في العالم. وفي نفس الوقت نقولوا ما عندناش معلمين، دونك ثم اشكاليات اللي لازمنا ندرسوهم بالحاله بالحاله. مثال عندنا مدارس تلقى في القسم معدل تلاميذ في القسم موجودين هذا ما منش مراسي نقول فيهم لا يتجاوز 10 تلاميذ. ما يتجاوزش 10، عندنا مدارس موجودين خاصه مثل المناطق الريفيه، وعندنا مدارس فيهم 35 و40 متفقين ولا هذا موجود. وعلى ذلك المعدل تلقى هابط معدل القضايا، لانه ثم زيادة في مناطق معينة وثم نقصان في. علاش احنا نشوفوا حالة بحالة ونشوفوا مثلاش في مثال، ناخذ مثال اللي نعرفه مليح، لو ناخذوا منطقة أو منطقتنا نحكيوا على منطقة الحمامات مثال اللي هي في نبي، ناخذوا منطقة من سيدي حمات إلى حتوس. علاش ما نلموش مثال التلامذة نوفر نقل ونعملوا مثال مدرسة مختصة في السنة الخامسة والسادسة، نجيبوا تلامذة نقلوهم على خاطر ماهمش بعاد على بعضهم هما 3-4-5 كيلومتر. نعملوا أقسام تاع 3 سنة رابعة وخمسة وسادسة. القسم اللي يكون فيه مثال نفرضوه يكون فيه 15 واللي فيه 25، لأن لمينا جماعة الرابعة والخامسة والسادسة كل ما بعضهم. هنا يولي عدد المعلمين ينقص شوية، ما عادش حاجتنا دي عدد كبير من المعلمين، إذا ما نلتجئوش باش نجيبوا نواب. أعطيتك حل ذي في منطقة معينة، في منطقة معينة، في حالة معينة. ثم حلول أخرين تتعدى بالإسعاد الإضافية. اليوم المعلم نأخذ بمعنى نحن في التعليم الابتدائي، قبل المعلم كان يقري 22 ساعة، اليوم أبطل 16. ما فيها باس ولا 18 والله ما نعرف قداش، ما فيها باس في حالات قصوى نتفقوا مع النقابة ونتفقوا مع المعلمين أنه كل معلم في مدرسة معينة في قصة معلمين يضيف ساعتين ونخلصوه في الساعتين هذوك، نخلصوه بالقداد الساعتين هذوك. هذا أفضل من حل المعلمين النواد اللي ما عندهمش تجربة في التدريس. هذا يعطيك حل. وفي حالات أخرى ندخلوا المعلمين إفكتيفمون، المعلمين نبداو الساعة باللي قريب. ثم ناس قالوا لي اللي قارين اليوم علوم تربية متخرجين من المدارس تاع تكوين تاع معلمين وتاع راحت هذوك عندهم الأولوية يبداو يقريوا هذوك، وبعد إذا التجأنا نلتجأوا نبداو بالساعات الإضافية. وآخر حل هو معلمين نواب.
هاك نشوف أنا التمشي بالضبط بالضبط معناها بالنسبة ليك. تفضل سيري تفضل. شوف هذا نشوفوا التمشي صحيح باش ما نقعدوش ديما في نفس حاجة أخرى نقولها وآخر حاجة نقولها بعد قدر الميكرو. تفضل تفضل. هو لو نرجع إلى نسبة الولادات احنا جاتنا طفرة نتاع ولادات صحيح جاتنا اللي الأطفال نتاعها دخلوا المدرسة بداوا يدخلوا بكثرة معناها تزايد العدد نتاعهم سنة 2008 و 2018 و 19 و 20 و 21. أما يزلنا نعود ونغزروا اليوم نشوفوا عدد الولادات راهو عدد الولادات بدا ينقص رجع ينقص عدد الولادات. اي اليوم انا كيفاش ندخل قداش المعلم باش نرسمهم وكيف ينقص عدد التلاميذ باش نعمل ثم مدارس او الناس اللي تعرفها زاد ثم مدارس في وقت من الاوقات وقت نسبه الولادات نقصت ثم مدارس ولا فارغه ما لقاوش فيها تلامذه فهمتش نقصد ولا واضحه الفكره معناها اليوم احنا تو جينا في فتره جينا في فتره اللي جينا في فتره اللي ست سنين تالي سبعه وثمانيه وتسعه وعشر سنين لا كورب دي نيسونس طلعت وبعد لا كورب دي نيسونس تو قاعده تهبط تهبط بطبيعه الحال هذاك هو هذيك هي الديموغرافيا المجتمعات فما فترات تكثر فيهم وفترات تنقص فيهم لازمك ترجع باش تعرف وقتاش تنقص وقتاش تكثر ترجع 25 سنه التالي و27 سنه باش تعرف السنه اللي توصل للزواج فترة الزواج هذه تعرفها 25 سنة بالمسبق ولا 28 سنة بالمسبق. أنت تعمل ديبلاسمون دو لا كورب تعرف الولادات باش تنقص ولا الولادات باش تزيد. هذا هو التخطيط تخطيط معناها الحاجات اون فونكسيون دو ليفوليسيون ديموغرافيك. بالضبط بالضبط. يكونوا متمكنين منه كل صراحة هذه خدمتهم احنا نلاحظوا أما هذه خدمتهم مش خدمتهم. بالضبط معناها بالنسبة لك أنت سي محمد علي البنقي جملة من الحلول من أبرزها أنه اليوم الاختصاص بالنسبة للمعلمين حاجة مهمة جدا وأيضا في نفس الوقت دونك نحكيه على اليوم خاصة التوازن بين الجهات وبين المدارس ورؤية أيضا مستقبلية بالنسبة لسلطة الإشراف باش هي بيدها تنجم تحدد مساراتها وأولوياتها عبر السنوات أو الأجيال القادمة. شنو رأيك سيدي؟ والله شوف أنا الموضوع متاع التربية والتعليم مع الأسف عندي سبع سنين من اللي كونا الجمعية التونسية الأولى والتلاميذ وإحنا ديما كما قلت أنت قبليك أونجير دي كريز لجسيون دي كريز عمرك ما تعطيك التوجه وتعطيك الحلول اللي أنت تبني بها مشروع مستقبلي. اليوم كما قال سي محمد علي اليوم عنا لزيليمون لدوني موجودين عنا معناتها اليوم ربما القطاع اللي متمكنين من معطيات متاعه لينيسونس ليفوليسيون ديموغرافيك الضغط العمراني وين موجود ربما الزحف العمراني كيف كيف دونك عندنا دي بروجيكسيون فما لي بارامتر واضحين ولا دي بارامتر واضحين نعملوهم. اليوم انا حسب رايي فما معناتها ربما ثلاثه مراحل نخدموا عليهم. المرحله الاولانيه هي الاورجونس تو الاورجونس يلفو معناتها هنا ناكدوا على معناتها استعجال الحلول لتسويه الوضعيه الحاليه وهنا في حتى في البيان متاعنا معناتها الدعوة توجهت رئيس الجمهورية اللي هو رئيس السلطة التنفيذية ما نصورش أن وزير التربية يخدم بدون استشارة ولا موافقة رئيس الجمهورية ما نصورش فهمت دونك عنده المعطيات على خاطر اليوم المعطيات الحقيقية المتعلقة بالملف هي معطيات مالية هي معطيات ربما قانونية وربما صحيح. فما إكراهات دولية ما نعرفوش بالضبط وما نحبش ندخلوا فيهم الأشياء أهل ومك أدرى بشعابها لكن نتصور رئيس الجمهورية مع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل مسؤولين كبار في البلاد هذوما يلزمهم ياخذوا ما يجب أخذه من إجراءات وقرارات للوقف متاع النزيف هذا اللي قاعد يضر في أولادنا وبناتنا على خاطر ديما نرجع أكبر متضرر ونجم نقول لك درجة كبيرة هو التلميذ على خاطر قاعدين نقليلوا على مستقبله كامل مش غدوة كان عايش ما يلقاش خدمة غدوة كان عايش نلقاوه في 100,000 منقطع سنويا على الدراسة ولا نلقاوه يلتجأ إلى الدروس الخصوصية ولا المدارس الخاصة نلقاوه العنف قاعد يزيد دونك هذو لي كونسيكونس ايميديات هذا هو المستعجل. ومن بعد نقدموا القدام إشكالية الإطار التربوي هو عنصر محور هام من إصلاح المنظومة التربوية يلزم تكون عندنا رؤية حقيقية. اليوم يلزم كما قال سي محمد علي يلزمنا نعرفوا عدد معناتها الضغط وين موجود على شكون هم الأساتذة والمعلمين اللي في عليهم ضغط نحاولوا نتصرفوا على خاطر اليوم شوف فما الحلول موجودة راهو احنا انا نعتبر انه تونس اليوم في مش في القطاع التربوي برك في عديد القطاعات كوم سي الجير كما يقولوا كثرة اموال خاطر اليوم اذا الناس
عندها 15 ولا 18 تلميذ على المعلم وانت عندك 15 وانت فوزت ريالمون في وضعيه مريحه جدا جدا. اور احنا مع الاسف يزمنا مجهود الناس الكل اليوم في الوضعيه هذه راهو مجهود الناس الكل مش طرف برك التربوي برك الدوله. الدوله مطالبه الساعه كيف كيف باش ترجع على خاطر فما دي كونترينت ايكونوميك موجودين. الدوله البلاد مش قاعده تخدم توري وقت نرجعوا احنا عادش يمشي للنواب الدوله تمشي للنواب على خاطر ما عندهاش فلوس دونك تحب سوم استاذ تاخذ دو زونا فهمت اور اونيت اون تران دو بيرد ريتك السياسه هذيك راهي قاعده تخسر فينا تخسر فينا في المنقطعين تخسر فينا في معناتها حتى واحد ما يستنفع من دونك اليوم فما دي كومبوزونت ايكونوميك دي كومبوزونت بوليتيك فما فهمت معناتها بيداغوجيك هذوما الكل يلزموا الانسان ياخذهم بعين الاعتبار باش يحط رؤية حقيقية فيما يتعلق بالموارد البشرية. بفضل. اليوم كما قال محمد علي غدوة كان عشنا ما لقاوش رواحنا افيك انكسي ولا امونك او نيفو دو على خاطر كيف فما اللي خارج الروتريت فما فهمت وهذا الاشياء اللي تخليك انت تخدم بأريحية على خاطر اليوم تولي تبني مع المربي تبني مع النقابات مشروع اللي انت تطوره وتحسن فيه مش انت نهار كامل واحنا هو واقف في حبس من غادي هاو نحجب عليك العداد هاو ما عاديلكش الامتحانات هاو ما شو احنا من جهتنا الاولياء نهار كامل واحنا قيدنا على قلوبنا الدوله من غادي تحاول باش تستعمل لغه ندرك كيف هي فهمت في نهايه الامر نلقاو واحنا حتى حد ما هو رابح حتى حد ما هو رابح فهمت حتى التعهدات نتاع الدوله حتى التعهدات ربما تصحح لك اتفاقيه ومن بعد تلقى روحها سو دي كونترانت بيدجيتير ما يلبيش خاطر ما عندوش باش يعطيك انت تقولوا بما انك صححت يلزمك تعطيني اي باش يلزمو يعمل هو ما ينجمش فهمت اليوم لما السالاريال اللي نحكيو على الصندوق الدولي الصندوق النقد الدولي اخي هو جا قالنا نسلفكم الفلوس مو احنا مشينا له قلنا له سلفنا اي با وقت يسلفنا الفلوس اعطانا دي كونديسيون على خاطر يسلفك مش باش تاكل باش تشرب يسلفك باش انت تدور حركه الاقتصاديه نتاعك باش ترجع له دونك يعطيك دي كونديسيون اللي يعتبرهم هذوما يضمنوا له باش ترجع له فلوسه دونك اذا انت مشيت سلفته ما تقولش هذا يا اكرهات نتاع البنك الدولي سو اكرهات نتاعنا احنا على خاطر الاقتصاد نتاعنا راقد على خاطر ما نحبوش نخدموا على رواحنا على خاطر قاعدين نستعملوا هالسياسات هذه نتاع الحينيه اللي في نهايه الامر الناس الكل خاسره فيها تقبيله انا قبيلك سامحني انا حكينا على كيلو طماطم قداش وكيلو فلفل قداش وحكينا على القدره الشرائيه نتاع المواطن اللي قاعد تهرى غدوه كان عشان كيفاش طالبوا انت باش ينحي من ماكلته ويحط يقري ولده ولا بنته على خاطر اليوم راهو تفاعلات اليوم نحكيوا على الكلفه نتاع التعليم بالنسبه للعائله يبقى ما تنجمش تخرجها من الكلفة متاع الحياة متاعه والكلفة متاع الحياة متاعه قاعدة تتفع وبالتالي ما يمكن توظيفه للتربية والتعليم قاعد ينقص بالضبط شكرا لك سيدة أخيرا فقط بالنسبة للأيام المقبلة شنو رأيتك للوضعية كيفاش باش تكون الوضعية شنو المخرج من الوضعية والله إن شاء الله أنا كما قلت سيدة نسوي نتمناه معناتها رجاحة العقل خاطر في نهاية الأمر حتى حد ما هو رابح ونأكد لك أنه كلفة اللي طلبها تسوية الملف هذا مهما كانت الكلفة فهمت راهي أقل بكثير بكثير من الخسارة اللي قاعدين نخسروا فيها يوميا على حساب أولادنا وبناتنا ما أش نقول لك خسارة زادة مادية راهو خاطر أنت وقت اللي تحبس عشرات الألاف متاع التلامذة ما يقراوش سأأنكو فهمت سأأنكو إيميديا ماتريال على العائلة وعلى الدولة ومن بعد عنده دي ريبركسيون على لافنير نتاعو غدوة كان عشنا ما كناش هو غدوة من مقومات الحياة حرمناه من حقه في الحياة حرمناه من كرامته ضريناه في حقه في التربية والتعليم ومن بعد نوليو نسألو نقولوا شبيه البلاد هذية مقاش تشد الصف شبيها البلاد مسخة شبيها فهمت ما تحبش تخلص ليزامبو نتاعها شبيه فهمت شبيه الحرقة كثرت نحكيو راهو لي كونسيكونس كلهم راهو مربوطين بعضهم دونك نلقاو روحنا نخلصوا اللي نتمنى كما قلت انت نتمنى ودعوه زاد مجددا من الميكرو نتاع راديو مات الى السيد رئيس الجمهوريه نعرف عنده المعطيات ونعرف الموقع نتاعو كسلطه والموقع نتاعو كالاعتباري نجموا نلقاو الحلول باش نتجاوزوا وربما بعد كما قلت نقعدوا قعدات صحيحه باش نسويوا هالملفات هذوما باش مش كل عام واحنا ديما يتعاودوا وديما نفس النمنامه ونلقاو روحنا كسوا انتم اعلام كسوا احنا اولياء كسوا تلامذه في نفس الاشياء اللي هي ربما ما تجيب لنا حتى شيء تخسرنا في الوقت وما نربحوا منها حتى شيء هذا هو ان شاء الله القادم خير شكرا ليك شكرا على المداخله ورؤيتك المستقبليه سي رضا زهروني ذاك اللي انت رئيس الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ ضيفنا قبيله عبر الهاتف